أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للدراسة وطلب العلم، هل تدرس الحموية قبل الواسطية أم بالعكس؟ يا أخي، العلماء الذين درسونا وقرروا المقررات في المعاهد والكليات على هذا النمط، قرروا أولاً كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم بعده الواسطية، ثم بعده الحموية، ثم بعده التدمرية، ثم بعده شرح عقيدة الطحاوي، شرح العقيدة الطحاوية. هذا الذي نظموه لنا، وهم أدرى منا وأعرف منا بهذه الأمور. نعم.